السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقول إنه غير معني بالحوار السياسي المرتقب ما لم يقدم النظام الضمانات اللازمة. مقاطعة أم بيكة الأحواش تشكو نقصا في الخدمات الأساسية، وبعض ساكنة المدينة يشيدون بما تحقق لها من إنجازات. أفسين واديبو يستعد للقاء نادي الكونكورد ضمن التنافس على كأس رئيس الجمهورية بعد أن خسر بطولة الدوري. رجا المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة في مسيرة بنواكشوط رفع خلالها أنصاره لافتات تندد بغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وأخرى تندد بالفساد والنهب والمحسوبية ورفض تمديد المأموريات وتعديل الدستور. وقال الرئيس الدوري للمنتدى صالح الحنان إن موريتانيا بحاجة إلى الاستقرار والعدالة والتناوب السلمي للسلطة من أجل المستقبل ينعم فيه المواطن بالكرامة والشرف. موريتانيا لا بد لها من الاستقرار، ولا بد لها من الحرية، ولا بد لها من العدالة، ولا بد لها من التناوب السلمي للسلطة. هذا هو اللي يضمن انه مستقبل نعيش فيه بكرامة، نعيش فيه بشرف، ونعيش في وطننا اللي ما عندنا وطن غيره. مواطنينا في الولايات اللي جيناها وفي المدن اللي جيناها عبروا بكل وضوح وبكل جلاء على انهم ملتفين حول المنتدى، وعلى انهم يدوروا التغيير الحقيقي، يدوروا دولة العدالة، يدوروا دولة المساواة، يدوروا دولة الكرامة للشعب الموريتاني كامل بكل مكوناته. اليوم جمعتوا للحشد، اليوم اللي مقابل تدخل الحشد كيفتوا موريتان اهلوا ما هم جايين يدوروا التعيين، ولا هم جايين ينافقوا، ولا هم جايين ينزلفوا، جايين جايبتهم الحمية لوطنهم. وقال أبو الحنان إن المنتدى ليس معنيا بالحوار السياسي المرتقب ما لم يقدم النظام ضمانات حقيقية، مضيفا أن التجارب السابقة للحوار مع النظام ليست مشجعة على المشاركة معه في حوار جديد. ولا نمهروا لينشروا ولا ندوروا، لأن تجربتنا مع ولا عبد العزيز ذاك الفات عدل من أشبه الحوارات معروفة، حتى ذاك اللي عدل منها ولا يبلغ بعد عقب تنكر له في كل الفترات. حد ذنبته ما تقد مدت وشي معاه شهر حوار سابق ما فات تأكدت انه هذا الشيء لا يفوت موريتاني ولا يقدم موريتاني ولا يحل مشاكل موريتاني. ضايقة الحرية نختار نقول لكم على في المنتدى الوطني الديمقراطية والحرية متمسكين كيف قلت مكاسبنا ومن أهم مكتسباتنا الحريات. الحريات يسمونها الحريات الإعلامية، ويسمونها حرية التعبير، ويسمونها حرية التظاهر، ويسمونها حرية التعبير اللي عبرت بها بعض فئات الاجتماعية. وفي هذا المقام نطالبوا بإطلاق سراح سجناء إيران. تعاني مقاطعة بيكة الأحواش بولاية الحوض الشرقي نقصا يصفه البعض بالكبير على مستوى الخدمات الأساسية، فيما يرى آخرون أن المدينة التي زارها رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز مرات عدة قد حظيت بالعديد من الإنجازات. مركز للحالة المدنية أسقطت عواصف الصحراء بعض حائطه الأمامي، ومبان حكومية وخدمية، ومسجد قيد الإنشاء، أكواخ سكنية قليلة، وسوق يفترش الحصى. مشاهد يقول السكان هنا بأنها لا توجد مجتمعة إلا في مركز مقاطعة بيكة الأحواش. ويرى بعض السكان أن مدينتهم قطعت خطوات كبيرة نحو ازدهارها على حد تعبيرهم. اللي قالوا بيكة الأحواش وأسست هون أسس الرئيس محمد عبد العزيز على أنها تعود مدينة زاهرة، مدينة زينة، وبذيك المناسبة في اللي قد هو يعدل والظاهر اللي بين الناس كاملة شافته الأرض الواقع من الطرقوات ومن الماء ومن الكهرباء
فهم ناقص شوي يا غير ما ينبقي انه بعد يؤدي اثر ما راك سمعتني، فهم ناقص من البنية التحتية وفهم ناقص من شي من المسائل بسيطي ما راك سمعت، وفهم ناقص في قضية المرصة وما يتعلق بها، فهم قضية المرصة مطروحة من أبرز التحديات المطروحة. سوق هذه المدينة الناشئ ما زال بدائيا ويواجه تحديات على مستوى توزيع قطاعه الأرضية لصالح المستثمرين نظرا للنزاع التقليدي على الأرض، نزاع يفضل التجار الوافدون عدم التحدث عنه والاكتفاء بالإشارات. 3 سنوات الله أربعة ساكن من بيكة الأحواش، نرى أن هذه الدشرة تعاني من عدد مساي مهل المواد متوفرين له، وجزاه الله خيرا رئيس الجمهورية والله اللي وفر لها ياسر الشيء ما كان موقع. سمعت يا غير نعرف انها مازال يخصها شيء شيات من كيف حسب وعي الناس يخصها ياسر من الوعي وتهيشي بالامور. وتتداخل المشاهد في هذه المدينة الناشئة حيث استبدلت سفينة الصحراء الأصيلة بسيارات الدفع الرباعي انطلاقا من اعتبارات ينظر لها بالهامة لدى ساكنة هذه الصحراء من المواطنين. إنشاء مدينة بيكة الأحواش بين هذه الكثبان الرملية مع محدودية الطرق الإسفلتية جعل سيارات الدفع الرباعي هذه وسيلة النقل الوحيدة بين أحيائها. محمد ناشي، قناة المرابطون، مقاطعة بيكة الأحواش، ولاية الحوض الشرقي. نظمت منظمة الدعوة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أطباء القارات قافلة صحية بنواكشوط تسعى إلى إجراء 100 عملية جراحية عامة. وقال المشاركون في القافلة إنها تركز بالأساس على المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا، وإن تنظيمها تقرر بعد الاطلاع على جادة المواطنين الموريتانيين حاجة المواطنين الموريتانيين إليها. موريتانيا في هدف يعني مساعدة أخواننا، حيث أنه بعد إتيان الرحلة الاستكشافية إلى موريتانيا تبين أنه في حاجة شديدة ماسة في إخواننا هنا، وأنهم يعانون من الانتظار طويلا للقيام بالعمليات الجراحية نظرا لشح المادة وللفقر. فهذا هو كان الدافع لإنشاء هذه الحملة، حملة الجراحية عن طريق المنظمة أطباء عبر القارات، بارك الله فيها وفي القائمين عليها، وكان لي شرف المشاركة فيها ومساعدة إخواننا هنا. والحمد لله يعني رأينا ما يثلج الصدر من تفاني الأطباء وخدمة الناس والمساعدة في حاجة الأخوان المحتاجين هنا، حيث أن الفقر سبحان الله يعني حاجة شديدة جدا، وأيضا قلة المنظمات الخيرية التي تأتي هنا لتقديم المساعدة ومد يد العون إلى المحتاجين، حيث أنه تفاجأنا أيضا يعني كما أسلفت أنه في قائمة طويلة للانتظار. رياضيا، في هذه النشرة خسر نادي FC نواديبو بطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم بعد أن خسر في مباراته الأخيرة أمام نادي الشرطة، ويرتقب أن يواجه البرتغالي نادي الكونكورد في 17 من الشهر الجاري في المربع الذهبي لبطولة كأس رئيس الجمهورية. نتابع. يبدو أن FC نواديبو لن يهدأ له بال هذا العام، فبعد أن ابتلع مرارة خسارة دوري هذه السنة من غريمه التقليدي نادي تفرق زين، وودع البطولة بعد أن حضر لها كثيرا، حيث يعتبر من أكثر الفرق الموريتانية تحضيرا قبل انطلاقة نسخة الدوري هذا العام من خلال بعض المعسكرات التدريبية، خاصة معسكر المغرب الذي تخللته عدة مباريات ودية. كل هذه المعسكرات التدريبية وكل هذه الانتدابات لم تأتي أكلها بعد. البرتغالي بعد خسارة الدوري يصارع على بطولة واحدة متبقية هي بطولة كأس رئيس الجمهورية، وقد وضعته القرعة في مواجهة صعبة حين جعلته وجها لوجه مع أقوى الفرق الموريتانية طيلة تاريخ الدوري الموريتاني نادي الكونكورد، الذي يلقب في الأوساط الرياضية الموريتانية بالنادي المتوج أداء لا بطولة، ويعتبر دائما ندا قويا وصعب المراس، خاصة أنه خسر أيضا بطولة الدوري ويصارع على بطولة الكأس.
كما يطمح البرتقالي بالتتويج والحفاظ على ما تبقى من ماء وجهه لأنصاره المستائين من ضياع لقب بطولة الدوري الموريتاني والخسارتين الأخيرتين والمتتاليتين في عقر داره. كذلك ينوي الكونكورد معانقة لقب بطولة الكأس أيضا، فقد غابت كثيرا عن خزائنه. لقاء صعب إذن ينتظر الغواصة البرتقالية في محطة الدوري النصف النهائي من بطولة كأس رئيس الجمهورية، والخصم ليس بمثابة النزاع. فهل سيعمق الكونكورد من جراح أفسن وذبوه ويقضي على آخر آماله، أم أن نادي المدينة الاقتصادية ما عاد يرضاه بغير الفوز ومصالحة أنصاره بعد خيبة أمل بطولة الدوري الموريتاني؟ إلى الشأن الفلسطيني، حيث قال تقرير صهيوني إن 10 إسرائيليين أصيبوا الأسبوع الماضي في عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأوضح التقرير أن المقاومة الفلسطينية نفذت الأسبوع الماضي 119 عملية، من بينها عمليات طعن ودهس. نتابع المزيد في هذا التقرير. كشف تقرير عبري النقابة عن إصابة 10 إسرائيليين الأسبوع الماضي في عمليات للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وبيّن تقرير نشره موقع الصوت اليهودي أن الأسبوع الماضي سجل تنفيذ 119 عملية للمقاومة الفلسطينية، من بينها عمليات طعن ودهس، فضلا عن رشق للحجارة وإلقاء زجاجات حارقة ضد أهداف عسكرية واستيطانية. وأشار الموقع إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهما بجراح وصفت بالخطيرة خلال عملية دهس قرب رام الله، فيما أصيب 3 مستوطنين في عملية إلقاء حجارة قرب مغتصبة غوش عطسيون جنوب بيت لحم. وفي القدس المحتلة أصيب مستوطن بجراح بعد طعنه من قبل شاب، بينما أصيب جنديان بجراح خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية ومستوطن قرب بلدة حوارة قضاء نابلس. ولفت التقرير إلى تطورات في قطاع غزة وإطلاق المقاومة بغزة عددا من الصواريخ وقنابل الهاون صوب أهداف إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة. وفي ذات السياق ذكر موقع أمامة أن الأسبوع المنصرم من انتفاضة القدس شهد 83 مواجهة في مختلف الأراضي الفلسطينية، فيما استشهد خلاله شاب وامرأة، ونفذت عملية طعن وعملية دهس، بينما تم اعتقال شاب وفتاة بتهم محاولة تنفيذ عمليات الطعن. من جانبها ردت المقاومة الفلسطينية في غزة بإطلاق عدد من القذائف على محاولات التوغل من قبل الاحتلال على حدود القطاع. ينتشر الباعة المتجولون في سوق العاصمة نواكشوط على الأرصفة ونواصي الطرق بحثا عن لقمة عيش كريمة تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، ويشكو هؤلاء الباعة غياب أماكن مخصصة لهم، كما يؤكدون عجزهم عن تأجير محلات خاصة ببضائعهم القليلة. نتابع. قد لا يفاجئك وأنت تطوف بأسواق العاصمة نواكشوط وجود ملحوظ لبضاعة تجاوز أصحابها مشكل المحل التجاري، ومن ذلك جاءت تسميتهم بالباعة المتجولين، فهم مواطنون أجبرتهم ظروف العيش والترفع عن التسول والاتكالية على احتراف تجارة متجولة تلبي لهم بعض ما يحتاجونه. حمد لله أنا وشاكرين له. أولا قاعدين هون دور لا أدروا هذا نحصلوا منه شوي نعيشوا به تركتنا ونعيشوا به روسنا عن السرقة وعن ذكام. يا قرقة احنا ما لنا مخلين نقعدوا لا مرة نقعدوا مرة تجينا الحكومة وتصوعنا من هون ولا تخلي تكركرنا تمشي بحيواننا وتديروا نقرأ فريع ولا مشي تالبوا ما تراه. لكن غياب التنظيم الذي يطبع هذه الحرفة وتعارضها مع المظهر المتحضر الذي يجب أن تظهر به مدينة نواكشوط جعلها عرضة للكثير من التحديات، من أهمها طرد الشرطة لممتهنيها والتضييق عليهم كما يقولون. قانيتنا عن السرقة والطلبة، قانيتنا عن ياسر، غير دائما نجبر مضايقات من الشرطة ومن البلدية، دائما يعوجون هناك ويضايقونا ويعياو يقلعوا الظل هون وعياو يجوا يشوف الليل يقبوا طوابنا. ولكنه بالنسبه لنا احنا بعد احنا عايشين اللافذة، كثير منه هنا حامل الشباب الحامل الشهادات اطلع العمل وعندهم العمل لا هذه التجاره. ولكنه لكونها مصدر رزق لشريحه معتبره من المواطنين، تمثل التجاره المتجوله ملاذا للعديد من الشباب العاطلين عن العمل، فهم يعتبرونها حلا مؤقتا قد يخفف من مشكل البطاله. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقول إنه غير معني بالحوار السياسي المرتقب ما لم يقدم النظام الضمانات اللازمة. مقاطعة مبيكة الأحواش تشكو نقصا في الخدمات الأساسية، وبعض ساكنة المدينة يشيدون بما تحقق لها من إنجازات. أفسن واديبو يستعد للقاء نادي الكونكورد ضمن التنافس على كأس رئيس الجمهورية بعد أن خسر بطولة الدوري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.